ان تقع معصية من غيرك، انما تتمنى ان وقعت معصية منه ان يقع عليه الجزاء، لان جزاء الظالمين وجزاء الظالمين دي تربية عاجلة للوقوف امام سعارات الظلم من الظالمين، لانه لما يجي كده ويسيبها للاخره يستشرق. والذي لا يؤمن بالاخره ايه الموقف يكون منه بقى؟ ده كان خلاص يبقى فائد بقى، نقول له لا. ولذلك احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا ذلك المثل في سورة الكهف حينما ذكر لنا قصة ذي القرنين الذي آتاه الله من كل شيء سببا واتبع ايه، وبعدين بين لنا مهمة من اوتي الاسباب واتبع الاسباب، مهمته ايه في الارض. آتيناه من كل شيء سببا ايه فاتبع سببا، ايه مهمته في الكون؟ ام قال لك ايه مهمته هجاية في القضية دي علشان عمارة الكون وصلاحه وتأمين المجتمع؟ قال ايه؟ حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. طيب ده في رأي العين، زي انت ما تكون كده راكب البحر وتشوف ان الايه الشمس بتغرب في المية، ايه ما بتغربش في المية ولا حاجة، هي بتغرب في المية في مرأة ايه، لان الماء هو نهاية امتداد افقك. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ايه حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين، انا ما يعنيش مين ذو القرنين، الاسكندر ما ليش مصلحة، انا واحد مكنه الله واعطاه الاسباب واتبع الاسباب بالايه الاسباب. ما مهمته في الكون؟ قال قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، يبقى خيره يا تعمل كده يا تعمل كده. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، ذلك هو القانون اللي يجب ان يسير في المجتمع. ليه؟ عشان ما اتركش لمن لا يؤمن باله ولا يؤمن باخره يستشري في الظلم، نديله دي لحظه الاول كده، نديله لحظه في الايه، وان الذين ضاقوا عذابا دون ايه يعني قبل الاخره، يبقى لهم لازم يكون لهم ايه لهم عذاب. ولذلك يمكن لما الناس تشوف ظالم كده وبعد ذلك تشوف مصرعه او تشوف الخيبة اللي حصلت له او الى اخره، دي تكلم الناس ايه تقول يا سلام. ولذلك احنا يمكن جيلنا احنا عاصر ظالمين كثيرين، ولو مكن المظلومون منهم ما فعلوا بهم ما فعلوه ببعضهم. مش ممكن، لازم كده قدامنا علشان ايه تبقى المسألة واضحة كده. اما من ظلم فسوف نعذبه ولا ينتهي امره بذلك، وبعدين يرد لمين؟ فيعذبه عذابا نكرا، يعني ده عذابنا هيبقى محتمل لانه عذاب منوط بقدرة العاجزين، انما دوك عذاب تاري. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء حسنى وسنقول له من امرنا يسرا. ذلك هو تلك هي مهمة القوي الممكن، الذي يظلم يضرب على يده، والذي يحسن عمله يدله الايه الحوافز بقى. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الايه الحسن وسنقول له من امرنا يسرا، يعني نكرمه نقول له يا سلام عليك يا مش عارف ايه يا ايه يا ايه، مش ننقل الحوافز بقى للكشوفات الدكاكين. فطوعت له نفسه قتل اخيه، طوعت، لا يقال طوعت الشيء الا اذا كان الشيء يعني متأبيا على التطوع. ما تقولش انا طوعت المية، انما تقول طوعت الحديد، يبقى الشيء اللي هو ايه. طب طوعت له نفسه قتل اخيه، طب طوعت ايه؟ طب ما هو نفسه، ما هي نفسه اللي هتقتل وهي نفسه اللي طوعت. يقولك لا، خد بالك بقى هنا ان الانسان هيبقى فيه ملكتين اتنين، ملكة فطرية تحب الحق وتحب الخير، وملكة اهوائية تخضع للهوى. فالملكتين بيعملوا ايه؟
بيتصارع. ولما يتصارع نشوف مين اللي هتغلب بقى. فطلعت له نفسه قتل اخيه كأن النفس الشريرة الاهوائية تغلبت على الايه؟ فكأن بيبقى فيه تجاذب ولا لا؟ فيه تجاذب. ام قال لك طب ودي تنشأ ليه؟ عشان ايه دي؟ ام قال لك لان الانسان لا يحب الظلم ان وقع عليه. انما ساعة ما يتصور انه هو اللي يظلم غيره يمكن يشجع. ولكنه يرى ان فيه مظلوم مرة وفيه ظالم مرة. المظلوم بيبقى مبسوط اللي خد ايه حظ والظالم بيبقى. فالصورة اللي بيشوفها في الذهن دي وفي المجتمع هي اللي بتتصارع. فطوعت له نفسه. تبقى المسألة ما جاتش كده يعني. برضو لا يزال فيه بقية من آثار النبوة لأنه قريب من آدم. لسه المسألة إيه بتتأرجح وياه. وإحنا قلنا إن في حاجة الشر في من الأخيار ينحدر والشر في الأشرار يصمد. يعني إيه؟ يعني تيجي الراجل طيب وواحد نرفزه يقول والله ان شفته لا ضربه رصاصه هو خير ولا اضربه قلمين ولا وبكه. الله الله الله. كل ما سعار الغضب يخف شويه ايه تنزل. ودوك بقول فلان ده قابلته انا هتف في وشه ولا اضربه قلمين ولا اضرب له يبقى الشر في الشرير يعمل ايه؟ صعب. يلاقي العمليه دي ما تكفيش للغضب اللي عنده يوم يصعدها. انما الخير نفس عن نفسه بكلمة مش كده؟ وبعدين لقاها صعب شوية أم قال لك يتنزل فيها كده. ولذلك انت تلاحظ مثلا في سورة سيدنا يوسف قالوا ليوسف ايه وأخوه أحب إلى ايه ونحن عصبة. العجيبة انهم هم يعني بيجيبوا التعليل ضدهم عشان يعرفك ان الهوى والغضب والحسد والحقد بيقلب الموازين. طب هي ونحن عصبة دي انكم اقوياء وانكم مش عارف ايه هي دي اللي خلته يعطف على الصغير. انتوا جايبين الحاجيه اللي ضدكم. انتوا بتقولوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا من ايه ولانه صغير. ما هو سؤال العرب قالوا له مالك بتحن للواد الصغير ده كده. قال له يا اخي من ابسط الطريق كده. قال له لانه اقصر الايام معي. البكر قعد ويا طويل والتاني قعد اكتر والتالت هو ده اقل الايام. فانا بعوض له الايام اللي فاتته بعوض له شويه حب بديله شويه حنان ما يجراش حاجه. فيقولوه ونحن عصبه كانت ضدهم دي ولا لا. مما يدلك على ان الراجل ساعه ما تتلخبط عليه موازين القيم يجيب الحجه اللي ضده ويفهم انها ايه نعم. وبعدين يقولوا ان ابانا لفي ايه ضلال. طيب هذي فهمنا اتفقوا يعملوا ايه. قال اقتلوا يوسف على طول او اطرحوه ارضا لانهم لسه باصباط ولاد يعقوب. اقتلوا يوسف او اطرحوه او القوه في غيابته يلتقطه بعض السيارة. الله انت بتوضب له النجاة. يا سلام. شغل بقى ايه لسه يعني النفس برضو فيها ايه. الاول قالوا ايه اقتلوا يوسف ادي بقى شلة الغضب او اطرحوه ارضا يخلو لكم. طب يطرحوا ارض يمكن حاجة تاكله ولا حد مش عارف ايه. ام قال واحدا قال ما اسمع ما نلمي في غيابة الجب ويلتقطه بعض السيارة. يا سلام. اذا الاخيار ايه عمالة تخف. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الايه من الخاسرين. ما هو الخسران اولا؟ نحن نعرف في قضية التجارة ان فيه مكسب وفيه مكسب يعني رأس المال جاب زيادة عليه. خسارة يعني رأس المال تاخد. طيب هو لما قتل اخوه مدام الحكاية دي اول واحد مات وربنا علمه ازاي يدفنه ومش عارف ايه. اذا اخوه ده كان لسه هو اخوه الوحيد
كمل عليه الدنيا اخ ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي. وبعدين جدد حكايه مين؟ حكايه البنت دي. فهو حب ايه؟ ياخد اخته الحلوه ويسيب دكه. لما عمل العمليه دي والقربان عمل ايه؟ منعه طبعا من الحكايه. وبعدين فقد اخوه، يبقى فقد اصل راس المال ولا لا؟ هو كان عايز يكسب، هو خسر ولا ما خسرش؟ يبقى خسر. فاصبح من الايه؟ من الخاسرين. الله. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. السوءة نعرف انها ما تتكرهه النفس، ساء يسوء سوءا يعني يعرضه لما يتكره، وسمينا العورة سوءة لان دي يعني. طيب، فبعث الله غرابا يبحث في الارض. خدوا بالكم ان احنا بنفهم ان الجمادات والنباتات والحيوانات ديك مننا يعني ما بنشوفش لها. نقول له لا، ده بيبقوا جنود وربنا يسلطهم يقولوا اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، بس مكلفين في اشياء احنا ما بن ايه مدركهاش ابدا. بدليل ان النمله ساعه ما شافت جيش سليمان جاي قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم، لها مهمه، لها شغل، لها ايه؟ شغل. فبعث الله غرابا يبحث في الارض. هل بعث الله حتى يوري قابيل ازاي يواري سوءة هابيل، ولا الغراب اللي هيقول له انت بعضها يا اخي ما دام ربنا اللي بعته، يبقى ان كانت هتنظر للوسيله القريبه يبقى الغراب، وان كنت هتنظر لوسيله الباعث يبقى الله. تبقى المساله كلها واصله لمين؟ وهو انت لما تقعد تيجي تزرع، لما تيجي تزرع وبعدين تروي وتطلع انما طب ما تنسب الاسباب الى الاولى، الى تجدها هي من مين؟ كلها من الله. ولذلك برضو قلنا هتعمل عمليات مش ممكن تنشأ الا من الله، عناصر الاختيار وعناصر النتح والعملية دي كلها ملهاش الا مين. يبقى ان قلت فبعث الله غرابا يبحث في الارض، ان ربنا عشان يوريه نقول له طبعا فبعث، ولا يبحث الغراب في الارض ليوريه، تبقى قد بعضها ولا لا؟ قد بعضهم. ولكن الذين آثروا أن يقولوا فبعث الله غرابا، قال لك ما هو ربنا ثبتت له القدرة والطلاقة في القدرة والتسخير من بعث الله غرابا، خلي يبحثوا في الأرض ليريه علشان تبقى صفعة لمين؟ يبقى الحيوان الأعجم اللي احنا بنقول ما بيفهمش ايه هو اللي علمني، هو اللي ايه؟ اذكروا زمان احنا قلنا في البهيمة، البهيمة هي اللي ايه؟ هي اللي بتفهمني. نعم. فبحث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلتا. كلمة يا ويلتا دي ساعة ما تسمعها بيبقى لها معنيين في الاستعمال. المعنى الاول الويل اولا هو الهلاك، وان اردنا المبالغة في الهلاك نقول ويله ويله، مش نجيبها بالمذكر، نجيبها بالايه؟ بتاء التأنيث. ولذلك لما بنحب نبالغ في واحد نقول فلان عالم وفلان علام وفلان ده علانة، يبقى ده يعني. فالتاء هنا بتيجي عشان تأكد الايه. فاذا الويل الهلاك وويله ايضا الهلاك، تبقى يا ويلتي. يعني ايه يا ويلتي؟ نحن نعرف ان النداء يا نداء. طب والويل ده والهلاك بتناديه ازاي وهو ينادى غير العاقل؟ نقوم نقول له لا ينادى. ليه؟ ام قال لك لان ما دام الويل والويل الهلاك، كانك انت بتقول انا لم اعد اطيق ما انا فيه من الهم والغم، ولا يخلصني فيه الا الهلاك. يا هلكت على دواءتك، يا هلكت على ادي ايه. يبقى يا ويلتي يعني يا هلاك تعالى، دي ايه المتنبي فطن الى هذا المعنى.
قال ايه؟ قال كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. ده يبقى ده ايه اللي بتقول يا رب ريحني واموت؟ اه يا رب ريحني واموت ديا هي كفى بك داء ان ترى الموت وحسب المنايا ان يكن امانيا. الامنيه تبقى الموت، ده دي مساله تبقى صعبه. ده اذا اللي هو شايفه اكتر من مين؟ اكتر من الموت. والى لقاء اخر ان شاء الله.